إذن إخواني لازلنا في مدينة طنجة، لازلنا في هذه الأجواء الوطنية اللي انضمتها الشبكة المغربية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. وفي هذه الأثناء إخواني لنا الشرف أننا ننقل لكم بعض الشواهد التقديرية لبعض الفعاليات هنا بمدينة طنجة. إذن يا إخواني مجموعة من الفعاليات هنا بمدينة طنجة يتم تكريمها في هذه الأثناء من طرف الأمين العام للشبكة الوطنية لدعم الحكم. وهذا التكريم كذلك للفريق النسوي لكرة القدم اتحاد طنجة الذي حقق 3 مواسم مع السي عز الدين الخطاف للصعود إلى القسم الأول لكرة القدم النسوية بطولة التحية للعنصر النسوي. التحية إخواني العنصر النسوي ولهاد الشابات الطنجاويات اللي حاولوا يتوفقوا في هذه السنة. هذا التكريم إلى سيد عز الدين الخطاف، التكريم الأول، ثم التكريم الثاني لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم النسوي الذي سلمها السيد الكاتب العام للشبكة الوطنية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. تصفيقات حارة على فريق كرة القدم النسوي اتحاد طنجة. ثاني أستاذ إذن تحية لهاد الشابات اللي راهم الحمد لله. شكرا تبارك الله عليكم. تحية لك الحرام مباشرة أنتم على شفتيني بالمباشر. تبارك الله عليكم. تحية دائما في كرة القدم التكريم بشهادة الوسام الذهبي تتشرف الشبكة الوطنية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية أن تمنح هذه الشهادة إلى جمعية نهضة طنجة لكرة القدم شبان. إذن دائما مع الشباب والشبان بعد ما حصلوا البنات ديال طنجة على منصب مشرف هي هذا الإطار تحول كرم حتى هاد الشباب. زيد عمر زيد زيد إذن هما هاد الشباب الحمد لله أنهم فرحانين بعد انتصار محقق ديال الشباب هذا ديال طنجة. فتحية للشباب ومزيان أن الواحد يدعم هاد الفئات من أبناء الشعب. فتحية لهم والفرحة تغمرهم في هذه الأثناء بعد تكريمهم من طرف هذه الهيئة الوطنية. للذكر أن فريق اتحاد طنجة لكرة القدم شبان يدربه نهضة طنجة السيد عبد الحفيظ سينوح، وسينوح يتواجد الآن مع الفريق ديال نهضة طنجة. سيسلم هذه الشهادة
رئيسة جهة مراكش آسفي أشعوب حليمة بمرافقة السيد أمين العام للشبكة الوطنية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. تفضل.